السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشيل أحمد ناصر، الفصل الابتدائي الثاني، مدارس سيما العالمية. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق. اجتمع الأولاد ليلعبوا بالكرة، وفي أثناء اللعب رمى خالد الكرة فكسرت زجاج نافذة الجيران. خاف الأولاد وهربوا، إلا خالدا بقى واقفا مكانه. خرج صاحب المنزل غاضبا متوعدا، وقف أمام خالد وسأله: من كسر الزجاج النافذة؟ خالد: أنا كسرته، فقد رميت الكرة عاليا فكسر الزجاج دون قصد مني. صاحب المنزل: أنت كسرته وتعترف بذلك؟ خالد: نعم يا عم، لقد علمني أبي أن أقول الصدق دائما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: علينا بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ابتسم الرجل وقال: لقد عفوت عنك يا بني، بارك الله فيك، مع السلامة.